خنس رادكات بو يذكري خوابكو ان شاء الله دتواني بردوام بالطاعه والعبادات بلى أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات والأرض اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر ذي شر أنت آخذ بناصيتيه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. أما لدعاي خوتنا أذكار النوم أم ذكرى كهيا إنسان بيخوانيت خواهي قورا بارزاو سلامتي دكا إن شاء الله ودجبيته هو كاري أوي خواهي قورا قرزكان لسر بداتوا لهجاري رزقارد بكات شكو أخيري دعاك أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. يعني مسلمان كمشرك بيجوا يبخي أم دعابك خوي جورا كاري أسانك لفقيري رزقاريناك قرض دانوي بو تيسيرناك والله بو يدكات إنسان بيقيني أمزي أذكاري صباح ومساء ونوم بخوينه والله زور سعيد دبي زور كامران دبي زور ناجح وسركوتو دبي لجياني دا قسما بالله بس أذكاري صباح ومساء ونوم بخوينه تو كسي شي سعيد ومبارك وسركوتو دبي لجيان دا پابندی با بلام، پابندی با، به اذن خواهی جورا محفوظ دبی، سلیم و سرکوتو دبی، انشالله لجیان ده. بس زور بی مسلمانان کمتر خم، زور بی مسلمان کمتر خم. انجا کمال برنامه چه برام ل موبایل ده، آو موبایل با استفاده خیری لب کید. برنامه اذکاری صبح و مساء و نومی تدا، دیکا کداینی و محاسبه شی تدا، علی امروز ذکر کنم همی تواکل، هی بیانی هی ایواره هی خوتن، برای کنم. انسان كيادي خوابك خوا يادي دكا خوا جور يادي دكا يعني لو جورترو خوشترو يعني عظيم ترك بروردجار تو إلى يادا ياد الدكات ودت بارزيتو بختور الدكا لو جورترني والله فاذكروني أذكركم بو إنسان خوا جور لا ياد نكات بارزجاري لسلام ذكرنا بكين همو كاروبار جيان من بإذن خوا جورا ريكو بيك دبي إن شاء الله أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب فضل الدعاء عند النوم عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي بوجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. يعني إنسان لآداب نستني أويك لسر لاي راست خويت طبعا سرتاك هذا خويت أنا دعائي شون هالدا صوري مشكلة نية كخول لي كود أو دعاء بكيت كفي عمر صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت بوجهي إليك وفوضت أمري إليك. يعني سبحان الله دي قد أم كلمات أنا إنسان تيبقى وبيقين وبيلا الزهر قوريا فرورد قار من نفسي خوم تسليمي توكرت تسليمي تو إبرام مروفك مروف كتوب لي كاك من هاتوم دخالتهم بتوكردو هاتوم مالكي تو أو مروفات شيلة وأنا دابي ديكابوي تو ببارزه مروفك استاتو برب العالمين دلي أسلمت نفسي إليك خوا نفسي خوم تسليمي توكرد ورغبة ورهبة إليك ووجهت وجهي إليك روم كردو تتو فوضت أمري إليك يعني أمشت أنا دليت ألجأت ظهري إليك كاركانم تسليم توكردو بشتم بتو بستوا رغبته ورهبته مهرب ولاي تويا حيج بنايك من يجقلت ونبي ايمانا بكتابكتا ايمانا ببيغمبركتا عليه الصلاه والسلام يتوق صانبكي بيغمبر عليه الصلاه والسلام دفر من قالهن ثم مات مات على الفطره هركسي امزك ربك وانجا لو شو ودا بمري لسر فطرته لسر توحيد مردوا لسر اوق مردوي كخوال سري دروس كردي بباشي بويا دوباره دكمو امزك رانا جاهی بیانیه ایواره یا خوتن به زور مزنن براکم بس بیر لما ناکانیم که تو انجا بود دردکه که زور مزنن زور مبارکن با بردوان بین لسری انشاءالله بله احسن الله علیکم. قال رحمه الله باب یضع یده تحت خده عن براء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ينام وضع يده تحت خده الايمن ويقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. بله انسان وتمان لسر لاي راست دستي راست دخيت جير سرد جير رومتت وأم دعائك اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك بن بارزي لسزاكت أو رجيك عبدكان الزندودة كيتوا ملا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قيل: وما هما يا رسول الله؟ قال: يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويسبح عشرة، فذلك خمسون ومائة على اللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره، فتلك مائة على اللسان وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله، كيف يحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره. سبحان الله. في عمر عليه الصلاة والسلام دفر من دوشتنا هركسيك بيانكا أو دو خصلتانا فارزقاريان لبكا وكاريان ببكا بردوان بالأسري لسريان أو إلا شيء إلا دشيت بأشتا وهما يسير زورج آسانا أو دوشتشتي قرسنين بلام ومن يعمل بهما قليل أوانيك كاري بيذا كان زور كمن شي نمدوشتا وتياني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شيء فرمو يكبر أحدكم دبر كل صلاة عشرة لدواي همون ويجيك دجار الله أكبر بك دجار الحمد لله بك دجار سبحان الله بك باش أما چند سي ضربي چند نجمانة فرص بينج أو بوبتي سطو بنجا بوي فرموي فذلك بخمسون ومئة على اللسان يعني چند بزمان چند جار كرت سطو بنجا بلام وألف وخمسمائة في الميزان لا إخوة بود بچان حسابة لترازودة هزار وبينصد فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يعدهن بيده في عمر صلى الله عليه وسلم بدست الإجمال سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني تاد جارك يتوا ذكرت لو يكسب لي أي أذكاري دواي نور سيو 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 سينية أوش واردة أمش يعني واردة هردو الشي سنة أما جوكو تحليق تقصيرك أي سر شاكر نو سر تعشينك أي عمر وايا هردو شي سنة برايخهم كا سيوسيكا بكي خيري قولترا اي كا ببليتو سيوسيكا بوتاواو نابي او شيطان والا انسان دكا ببلما ايدا ديكا بكا كاكا دجار سبحان الله زورنيا دجار الحمد لله دجار الله اكبر كا بس مهمتو لسريش اللي مدو سنتانا بمين روا يشي كان انجام دا هردو شي خيرو تيرشدنيا چون اتمان كتويت عمرو احرامت كردو توابوي يا سرد بتاشا ما خيرترا يا كرتيكا ومشار خيرا وكسيش ني عيب لكس بقري اريتو بو نايتاش كاك السنه امر يا سنه سنه كاك من دجار سبحان الله ذاك من دجار الحمد لله ذاك اگر او بردوام بلا سري بوعدي في غمر اخو علي صلى الله عليه وسلم تو بيجي تبهشتوا باش اما خلي كم اما خصلتي كم خصلتي دومتشيا فرمي كاتك هذا شيتا سرجا كات سبحان الله والحمد لله والله اكبر بك اما انت يعني شن ذكري فتلك مئة على اللسان صدك لسرزمان بو صد براكم سي وسي بس يوسي بس يوسي نوتو نو جاري صتمتيا لا اله الا الله امش صد بزمان بلام الف في الميزان هركسي لروجك دا اوبكات او 2500 يعمل في اليوم والليل 2500 سيئه ستشنك حسنات بونو سلا جاري تشنك 2500 دواي نوجكان و 1000 ايتي هزاريش يخوتن اي 2500 دفرمي تشي هي لا اي ولا روجك دا 2500 غناهك اي ورا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه ستروجانا بس بمدوس شتيك كرد 2500 حسنات بونس لا 2500 غناه حد كربي انجل برامبري اويا انجل برامبري اويا في عمر دفرمي عليه الصلاه والسلام تشي هي او اندبكا استا ولا ظلمان خوش بخبري تش خوشك واتا ديكين ولان في عمر عليه الصلاه والسلام فرموي كوتيان أي بو إنسان نيكا فرمو يأتي الشيطان أحدكم في صلاتي فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره يعني شيء يعني حر لنوجكت دايجار الشيطان خمي أويتي نكا دوان وجه أو ذكر بكي اشتاك دخاته وبيرت بابا لما ها سلام داي والله أكبر بروم بابروم ناهر أو ذكر بكي بوي أو أجرى قورت دزنك اشتاك الدخاتة يادو انجا لهر كام من برسياركي هريكا كبوها ببلا هالساي بخوا ايشيكم بودروز بو الشيطان في المان لذكا دنا دجار سبحان الله دجار الحمد لله دجار الله أكبر چنك دخايني كلو ايشا من دور خاتة وكدلين ايشيك من بودروز بو بس فعلا الشيطان نايا خير دسكوي با حريص بين جهاد الشيطان كينو
أو حسناتان لدسخمان ندين بل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك ربي بك، وفي رواية: باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بلى، يعني أدبي ترى إنسان كانت تسرجك كي خوي فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، يعني فرشك درا ورشيني ونبي بسم الله يبكى شكا نازاني دوايتو تشتكاتو تسر فرشكت تو نايبيني لو أنا يشتك بيت تسر فرشكتو تو نايبيني بوي أمر وشان سنة إنسان كتشو هلصا وقرايا ودوائي باب راكشتو لسر لاي راستيو أو ذكربك كليرها توا ملا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا استيقظ بالليل. عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه، قال: فأسمعه الهوية من الليل يقول: سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوية من الليل يقول: الحمد لله رب العالمين. يعني كبير عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لخو هلدستا جمليبو فأسمعه الهوية من الليل يقول: سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوية من الليل يقول: الحمد لله رب العالمين. يعني ذكر إخوة بردقالي ذكرت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أم ذكراني دوبارة ذكردوا لشوكاتك بخبر دهات جاء لنوجدا يا لغير نوجدا بردوام دم بذكر بو صلاة السلام يخوى لسر به. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من نام وبيده غمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وبيده غمر قبل يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يعني غمر دست نانت خواردو دست بتشوري وقوشت وشد هيا نتشوري وا تفرمي هركسك دستي نشوريتو أوا بدستي تشوري وبخويتو شتي چي توش بي بلاي چي توش بي نخوشي چي توش بيت أوا باقلي لكزنك إلا لخوي نبي بوچي چونك أم دست تشوريتو أو بوني دستت چشتك بوني دكات لوانيا شتاني چي زيان بخش زين دوراني چي زيان بخش بوني دستت كنو أو تشوري بين غازت لي بغري بيتو وبدا أو كاتقلي لخوتك خوت سبب بوي ملي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ملا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. آموشگاری زندو کرنوی سنتو روشن کرنوی ریگا کانا بنوری قرآن. راوی آیت. ما بس لنردني بيغمبران عليهم السلام. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سوين بخدا براسي اما پیغمبراني خومن من نردوا ببلغو معجزي رونوا وكتبي اسماني و ترازوی داد من لقل دا نردن بو اوي خلقي بدادگري رفتار بکن للان خوانده و اصن من درست کرد که هزيكي بتيني توندي تده بو جن کردنو سوديكي زاريشي هيا بو خلقي لبکرهناني همو جار پیش سازي خزمت گزاري کنده
و تا خدا دری بخواد چی کسی گرمتی آینی خدا و پیغمبرانی دادات که پنهانیشه بگو من خدا به هیزو ده صلاته ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون سوين بخوا بيقمان نوح وإبراهيم من روانا كرت ولنا وچکانی شاندا پیغمبریتی و کتابی آسمانی من دانا. ام جا هندی کهان رنویان ورگرت و زوری شان یاخی و کافر بون. ثم قفینا على آثارهم برسلنا و قفینا بعیسا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون لپاشان بشوین اوان دا دیسان پیغمبرانی خو من من نرد دواتر عیسی کوری مریم من نرد و انجیل من پی بخشیو لدلی اوان دا کشوینی کوتن سازو بزین من درست کرد و گوشگیری که خویان داین هنه بو که اما اوان من دست پیویز نکرد بون بلام خویان داین هنه بو رزا من دی خوا که چی وک پیویز بارزگری او گوشگیری نکرد اماش بخشی من باوانین که باوریان هنه بو پاداش